أهلا بكم من جديد. تعتزم وزارة الإسكان فرض غرامات مالية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن بواقع 150 ريال للمتر الواحد، بحيث تفرض على الأراضي التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع فما فوق قريبا. وتعتبر الأراضي البيضاء من أكبر العوائق أمام وزارة الإسكان لحل مشكلة السكن في المملكة، حيث أكدت في وقت سابق أن حل مشكلة السكن مرهون بمعالجة وضع الأراضي البيضاء في مختلف أرجاء المملكة. كشف أحمد الحقباني الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن الهيئة تعمل على استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص. ومن أهم أولويات الاستراتيجية فهم الواقع التفصيلي للمملكة والاستفادة من الخبرات الأخرى للبلدان الأجنبية، لافتا إلى أن نظام هيئة تنمية الصادرات السعودية يسمح للهيئة بفتح مكاتب لخدمة المصدرين ستكون في مرحلة ثانية بعد معرفة نتائج الاستراتيجية التي يتم العمل على إعدادها حاليا. يستعد مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لمناقشة مقترح خاص باللائحة التنظيمية لبناء وتوزيع المساكن على موظفي الدولة بالتقسيط. والمقترح يدعو إلى أن تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية متفاوتة الحجم تتراوح تكلفتها ما بين 500 ألف إلى مليون ريال، وبيعها لموظفي الدولة فقط بأقساط شهرية لمدة 30 عاما. على خلفية عمليات التصحيح والاستغناء عن العمالة غير النظامية، كشف مستثمرون في مجال محطات الوقود عن إغلاق عدد من المحطات بمختلف المناطق جراء النقص الحاد في توفر العمالة، وذلك على خلفية تصحيح الأوضاع وما تبعه من ترحيل للمخالفين. بينما تستعد اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية لرفع تقريرها لعدة جهات حكومية، منها وزارة العمل مدعومة بالصور لتوضح وجود محطات جديدة تابعة لعدد من الشركات دون عمال. مشاهدينا، وزارة العمل السعودية تحاول تشجيع الشباب السعودي على الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص من خلال إجراءات منها ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية عن 40 ساعة بواقع 8 ساعات يوميا. يأتي هذا في ظل تأكيدات أطلقها صندوق النقد الدولي عن أن البطالة بين الشباب في المملكة تمثل واحد من كل 4 أشخاص. في المقابل، خلص تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع مقترح لمكافحة البطالة والتابعة لمجلس الشورى السعودي بأن المملكة لا يوجد بها بطالة، بل أشخاص لا يقبلون على العمل وغير مؤهلين. القطاع العام في السعودية كما في غيرها من البلدان لا زال المستقطب الأكبر للعمالة الوطنية، نظرا للمميزات المتوفرة فيه كالأمان الوظيفي وعدد ساعات العمل الأقل مقارنة بالقطاع الخاص. وتسعى وزارة العمل إلى توجيه العمالة السعودية نحو الشركات الخاصة والتي لا يتجاوز عدد العمالة السعودية فيها سوى 10%. يعني فكرة ساعات العمل في العالم كله أصبحت ما هي المحرك الرئيسي لاستقطاب العمالة، لكن نقول في سوقنا ما زلنا نفكر في ساعات العمل. بالنسبة لتخفيض ساعات العمل، إذا صحت هذه المقولة، قد يحفز أكثر الشباب اللي هم تعودوا على نمط الحكومة، خلينا نقول أكثر، ويتجهوا للقطاع الخاص. بالنسبة للشباب الموجودين الآن في القطاع الخاص، قد ما أعتقد أنه هيحركهم بشكل أكبر أنه والله قلت الساعات، لكن خلينا نقول يكون نوع من استقطاب الشباب اللي في القطاعات اللي ما زالت الحكومية، أنه والله يرى أن عدد ساعات العمل أصبحت تقريبا متساوية، قد تكون أقل، فيكون لهم حافز. ومن إشكاليات العمل التي يتخوف منها السعوديون في القطاع الخاص هو عدد ساعات العمل والعطل، لذا تسعى وزارة العمل إلى استصدار نظام يحدد ساعات العمل الأسبوعية في الشركات الخاصة بما لا يتجاوز 40 ساعة بواقع 8 ساعات يوميا. لا شك أن هناك فجوة طبعا في عدد ساعات العمل بين من يعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه الفجوة معروفة لدى الجميع، ولكن ما تم فيها هو أننا قمنا بعقد الحوار الاجتماعي الأول قبل حوالي عام تقريبا، والحوار الاجتماعي جمع أطراف الإنتاج الثلاثة اللي هم أصحاب العمل والعمال والحكومة، وتم مناقشة هذا الموضوع. كان موضوع الحوار الاجتماعي الأول مخصص لمناقشة هذا الموضوع، وتم طرح وجهتي نظر العمال الذين يرغبون في إحداث أكبر قدر ممكن من التخفيض، وأصحاب العمل الذين يرغبون طبعا في الحفاظ على عدد معين من ساعات العمل. لكن كان هناك توافق
ما بين الأطراف الثلاثة، ورفعت نتائج هذا الحوار إلى المقام السامي تمهيدا إن شاء الله لإصدار التشريعات المناسبة فيها. نتوقع إن شاء الله أن هذا التوافق يؤدي إلى زيادة جاذبية القطاع الخاص للباحثين عن عمل للانضمام فيه إن شاء الله. وكانت العديد من شركات القطاع الخاص في السعودية بدأت منذ أشهر في تطبيق إجازة اليومين استباقا لصدور القرار بشكل رسمي بهدف جذب المواطنين، خاصة بعد خروج الكثير من العمالة الأجنبية المخالفة من السوق. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. أنا بدوري أتابع هذا الموضوع، معي من الرياض الدكتور عاصم عرب المستشار الاقتصادي ورئيس مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية. دكتور مساء الخير، ولعله الموضوع القديم المتجدد، البطالة والتوظيف والعمل يشغل بال كل العالم، السعودية تأخذ حظها في هذا السياق، تضارب ربما في تقييم وتكييف الحالة بين لجنة في مجلس الشورى خلصت إلى أنه لا توجد بطالة، وبين تقارير لصندوق النقد الدولي بأن واحد من كل أربعة شاب سعودي يعاني من البطالة. كيف نقرأ هذا التضارب؟ مساء الخير. مساء الفل يا أخي، وشكرا على استضافتي. خلينا نتكلم على مجلس الشورى وقال لا توجد بطالة، قد يكون هذا ما توجد بطالة لو ما أخذوا هم التعريف أنه في بطالة هيكلية، بمعنى أنه الشخص يبغى توظيف في مكان في ساعة في جوب معين أو في وظيفة معينة، لذلك هم قالوا ما في بطالة، وهذا يعني نافيا للحقيقة. نأتي لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي لو قال 25% أنه في بطالة في المملكة، أيضا هو أخذ الإكستريم أو الحد الأقصى أنه قال ما في بطالة في المملكة، في بطالة بمعدل 25%، وهي دي نافية للحقيقة، لأنه أنا أعتقد صندوق النقد الدولي أخذ المعدل العام في الرجال والنساء وطلع على بيانات معينة وصل أنه 25%، مثل إحنا عرفنا قبل حوالي سنتين أو ثلاثة إحصائية قالت أنه في بطالة بمعدل 37% في المملكة. هذه كلها نافية للحقيقة، خليني أكون معك صريح. البطالة في المملكة حسب لو خلنا نرجع لمجلس الشورى، لو قالوا صفر معناها نحن في حالة التوظيف الكامل، معناها نحن يعني وضعنا الحمد لله طيب وكل شيء الأمور ممتازة ولا عندنا مشاكل ولا شيء، وهذا نافية للحقيقة، في عندنا بطالة. ولكن النسبة اللي قالوها صفر غير معقولة. الصندوق أيضا عندما قال 25% أيضا غير معقول. الإحصاءات الحقيقية في المملكة تتكلم عن 6.1 معدل البطالة في المملكة، وهذه إحصاءات وزارة العمل. لو أخذنا هذا الرقم، إحنا عندنا في الاقتصاد نقول دائما إذا أنت في 3% أنت ما عندك توظف كامل، أنت عندك توظف كامل، معنى إنه ما عندك بطالة. فأنا أتصور في حسب الإحصاءات اللي أتكلم عنها، إحنا بطالتنا في المملكة في حدود 3%. إحنا قسمنا 6% نقصنا منها 3. نعم. إذا عندنا 3% معدل بطالة في المملكة، وهو معدل معقول. نعم. نعم عفوا. إذا أيضا نعم. أيضا 3% كمان يعني في ظل الأوضاع اللي شايفينها نحن في الحقيقية. نعم. يعني قليلة جدا. نعم. أنا أتصور يعني حسب ما أعرف وشايف وبناء على إحصاءات معينة لدينا، نتكلم عن بطالة المملكة في حدود 4%. جيد. إذن جيد دكتور، هذه وجهات نظر متفرقة، هذه وجهات نظركم وأنتم مركز للاستشارة. لا، هذه بناء على إحصائيات معينة. جيد. يعني نتكلم على 4% هي بناء على إحصاءات وليس وجهة نظر. صحيح. وهناك رأي مجلس الشورى وهناك أيضا رأي صندوق النقد. دعنا أنا وأنت نتابع رأي الشارع السعودي، ومن ثم نعود لنرى بعض المحفزات ربما التي من المفترض أن تقدم للشباب، منها تخفيض ساعات العمل على سبيل المثال كواحدة من هذه الأدوات، بعد أن نتابع سويا هذه الاستطلاعات. مجال المقاولات، القطاع نفسه المقاولات بتأثر تأثير كبير جدا جدا في نظام لو تخفيض ساعات العمل، لأن هذا التأثير مو المقاولات، ناس شركات كثيرة عندها التزامات في المشاريع،
مع النقص العمل اللي حاصل هنا بيضطرون محتاجين زيادة في الإنتاجيات العمل. لابد يكون نظرتنا ما احنا كم نقدر نجلس ونريح، كم قدرنا ننجز في العمل. أكيد لازم يصير في رواتب جيدة يعني بغض النظر عن ساعات العمل. إذا في راتب في الوقت هذا الحالي الحين كل شخص يبي فلوس مهما ساعات العمل سواء كانت قليلة أو كثيرة. ساعات العمل في القطاع الخاص فيها ساعات عمل طويلة، فالشخص أنت عارف كسعودي يكون عنده التزامات عائلية، فساعات العمل تقليص ساعات العمل حنا من الناس المؤيدين ساعات عمل ومتوقع أنه راح يكون فيه إقبال. أنا الحقيقة أنظر أنه الموضوع فعلا مقلق جدا، لأنه السعوديين الشباب السعودي عموما طبعا وليس كلهم، ولكن عموما فيه نوع من الرفاهية وفي نوع من التدليل لهم في الفترات الأولى، في فترات الطفولة وفترة الشباب المبكر والمراهقة المبكرة، ثم بعد ذلك الجامعات أيضا ليست الجامعات هي المكان الذي تصقل فيه يعني قدرات هؤلاء الشباب، فيخرجون الحقيقة وهم يتطلعون ليس الحقيقة إلى المجاهدة إن صح التعبير أو المعاناة والعكننة والانعجان، وإنما لأنهم يجدون مكان مريح وراتب جيد ويسمح لهم بممارسة كل أنشطتهم الاجتماعية المعتادة أثناء الدراسة وأثناء ما قبل الدراسة. ولذلك أنا أظن أنه أنا أتوجه لوزارة العمل بطلب أن تعقد دورات تدريبية يعني تكون ملزمة لكل الشباب اللي يبحثون عن العمل. نعم، إذا دكتور عاصم عرب، هي محاولة لإيجاد توليفة في القطاع الخاص تجتذب الشباب، ولعلها اعتراف ضمني بوجود بطالة ومحاولة لأن يكون القطاع الخاص شريك في استيعاب هذه البطالة. كيف تعلق على مثل هذا الإجراء؟ أنا أقول يا أخي العزيز، عندما نتكلم عن بطالة أعتقد الرفاهية هي موجودة في القطاع الحكومي وهي نسميها بطالة مقنعة. القطاع الخاص هو يهدف إلى الربح، خلينا نتفق على هذه الجملة، إن القطاع الخاص يهدف إلى الربح وأيضا يهدف إلى أنه يأخذ ما يمكن أن يأخذه من المواطن أو العامل مقابل ما يدفعه من راتب. أنا أعتقد أنه 40 ساعة في الأسبوع هي معقولة جدا. أنا أتمنى أنه الموظف السعودي أو العامل السعودي يعمل 40 ساعة، أما نخفضها على كيفنا ولا نزودها على كيفنا هذا ما يمكن. حتى نتكلم على شاب يمكن أن يكون ناضج، في بعض الشباب في بعض الشركات ترى يشتغلوا أكثر من 8 ساعات، في شباب يعملوا في البنوك وفي الشركات وماسكين مناصب جيدة يعملوا أكثر من 8 ساعات، في ناس يعملوا في مكتب في وزارة العمل أنا شايف بعيني أنه يعملوا أكثر من 8 ساعات ويواجهوا الجمهور. صحيح. في أخوان يعملوا في المحاكم يعملوا أكثر من 8 ساعات. لذلك أنا أقول تخفيض العمل للقطاع الخاص بأقل من 8 ساعات ويأخذ يومين في الأسبوع هذا إجحاف للقطاع الخاص. أيضا زي ما قال أحد الأخوان دورات تدريبية، أنا أعتقد أن الدورات التدريبية هذه جدا مهمة، يجب على وزارة العمل و والجهات التي تعمل مع وزارة العمل زي صندوق الموارد البشرية أو أيضا الشركات اللي هي مؤسسة التدريب المهني والفني هذه يجب أن تسوي دورات تدريبية للشباب لتخريج أفراد يستطيعوا أن يواجهوا القطاع الخاص. أنا مستعجب، أنا في المملكة هنا ونحن دولة يعني نستورد عمالة في كل حاجة، لماذا نحن ما نركز على بعض الصناعات التي ممكن نحن نبرز فيها ونهيئ أبناءنا نعم وبناتنا أيضا على الدخول في هذا القطاع. صحيح. أنا أتصور قطاع الحاسب الآلي قطاع مهم وأعتقد أنه قطاع جاذب سواء للذكر أو للأنثى. نعم. لذلك أنا مستعجب لما نسوي دورات تدريبية متخصصة صحيح في هذا القطاع ونخرج شباب يكونوا
أكفاء لنا بدل ما نجيب إخوان من الهند ولا من باكستان ولا حاجة. وهذه وجهة نظر معقولة ومنطقية. دكتور عاصم عرب المستشار الاقتصادي ورئيس مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية، أنا أشكر لك هذه المشورة عبر هذه الحلقة وهذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدي الكرام بكم ومعكم كانت هذه الجولة في هذا البرنامج، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم في ذات المواعيد. حتى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله وحفظه، تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، إلى اللقاء.